النشرة الرياضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. اليوم الجريح أمام فرصة التأهل إلى نهائي بطولة غرب آسيا في كرة القدم بعد فوزه على لبنان بهدفين لواحد. محمد قدوح افتتح التسجيل لمنتخب الأرز بعد 26 دقيقة، ثم عدل اليمنيون النتيجة عبر عماد منصور قبل 3 دقائق من انتهاء الشوط الأول، فيما أهدى عبد الواسع المطري الفوز لبلاده في الوقت الإضافي من علامة الجزاء. بهذه النتيجة انتهى مشوار لبنان في البطولة، بحيث لم يعرف طعم الفوز سوى أمام سوريا من 4 مواجهات. اليمن على موعد مع العراق يوم الأحد، والفائز يتأهل إلى النهائي. ركلة حرة أم ركلة جزاء؟ ركلة جزاء، ركلة جزاء. حكم المباراة علي الإسماعيلي على لبنان، على لبنان، ومحاولة عبد الواسع. التصفية المؤهلة لكأس العالم تحظى باهتمام الحكومة العراقية بعد قرار فيفا إعادة تقييم رفع الحظر عن الملاعب. رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي طالب بحق العراق الطبيعي والشرعي في إقامة المباريات على أرضه وبين جماهيره، وأوعز إلى الجهات الحكومية كافة بتوفير جميع المستلزمات الضرورية لإنجاح الاستضافة وتقديم الدعم اللازم والتسهيلات المطلوبة إلى وفد الاتحاد الدولي الذي يزور العراق اليوم. ناديا لندن توتنهام وأرسنال أجريا الصفقات الأخيرة مع إقفال سوق الانتقالات الصيفية في البريمير ليج. توتنهام ضم جيوفاني لوسيلسو من ريال بيتيس على سبيل الإعارة مع إمكانية شرائه الموسم المقبل مقابل 55 مليون جنيه استرليني. وإلى جانب الشاب الأرجنتيني انتقل الظهير الأيسر لفولهام راي سيسنيون، أما أرسنال فعزز دفاعه بالإسكتلندي كيران تيرني والبرازيلي دافيد لويز. كذلك مثل انتقال روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلانو أبرز الأسماء المغادرة. أما باولو ديبالا فبقي مع يوفنتوس بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى توتنهام. إلكاي غوندوغان باق مع مانشستر سيتي حتى العام 2023. إدارة بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مددت عقد لاعب الوسط 3 مواسم إضافية. ابن 28 عاما وصل عام 2016، وكان أول صفقة يبرمها المدرب بيبي غوارديولا يوم ذاك مع الفريق، وبلغت 20 مليون جنيه استرليني. بيان نادي الشمال الإنجليزي أشار إلى أهمية دور اللاعب الألماني في التتويج بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي. بايرن ميونخ أوقف عملية شراء ليروي ساني من مانشستر سيتي بعد الإصابة في الرباط الصليبي. بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أكد إصابة لاعب الألماني في ركبته اليمنى على أن يقضى على عملية جراحية في الأيام المقبلة وسط تقارير ترجح غيابه لأشهر عن الملاعب. إصابة ابن 23 عاما تعد ضربة مؤلمة للنادي البافاري بعدما كان مستعدا لدفع 100 مليون يورو لضمه، إلا أنه لن يكون حاضرا بدنيا أقله حتى بداية العام المقبل. عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز تعود إلى الدوران مجددا وسط توقعات بتكرار المنافسة الثنائية بين مانشستر سيتي وليفربول. لقب ثالث على التوالي يدور في أفق رجال المدرب بيب غوارديولا، بينما يلهث الريدز وراء لقب غائب منذ العام 90. فتيل المنافسة يشتعل مع إطلاق الحكم مايكل أوليفر صفارة انطلاق البطولة في مواجهة ليفربول ونوريتش سيتي الليلة. بعد إخفاق محلي في المتر الأخير من البريمير ليج وبعد تتويج أوروبي مكلل بالذهب، يقص ليفربول شريط افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز باستضافة نوريتش سيتي. في المقابل يخوض مانشستر سيتي ثانية مباريات الموسم الجديد عندما يحل ضيفا على ويستهام يونايتد في لندن. الفريقان تنافسا بشدة في الموسم الماضي، ولم يتمكن السيتي من حسم اللقب سوى في المرحلة الأخيرة وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول الذي عوض من خلال التتويج بدوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه. وبعد موسم أحرز خلاله ثلاثية الدوري والكأس وكأس الرابطة، بات السيتيزنز في ذروة تألقه ويبدو قادرا على فرض سيطرته على العرش المحلي لمرة ثالثة تواليا، في إنجاز لم يشهد الدوري منذ نيل غريمه مانشستر يونايتد اللقب 3 مرات بين 2007 و2009. في المقابل يتربص ليفربول لخطف اللقب الغائب عن خزائنه منذ تتويجه الأخير قبل 3 عقود. ورشحت مكاتب المراهنات مانشستر سيتي للاحتفاظ باللقب، وصبت الترشيحات بنسبة أقل على الريدز. وبعيدا عن صراع السيتي ليفربول، تأمل أندية القمة في البريمير ليج العودة إلى المنافسة المحلية بعد السيطرة على أوروبا الموسم الماضي.
بطل اليوروبا ليج تشيلسي يتطلع إلى العودة لسكة الألقاب المحلية بعد تغيير جلده بالتعاقد مع قائده السابق فرانك لامبارد للإشراف على الفريق. ويعاني تشيلسي من عدم قدرته على دخول سوق الانتقالات بعدما منعه الاتحاد الدولي للعبة من إجراء أي تعاقدات على فترتين على خلفية مخالفته قواعد الانتقال اللاعبين القصر. ولم يستثمر توتنهام كما ينبغي لكي ينافس بقوة على اللقب برغم إنفاقه مبلغا قياسيا للحصول على خدمات لاعب الوسط الفرنسي تانغي ندومبيلي. وسيحاول النرويجي أولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد إعادة فريقه بين الأربعة الكبار برغم التخلي عن المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو. والأمر ينطبق على أرسنال الذي عزز صفوفه بصفقة لافتة من خلال حصوله على خدمات الجناح العاجي نيكولا بيبي وعزز دفاعه بالتعاقد مع البرازيلي فيليب لويز. نجم برشلونة ليونيل ميسي يخطف جائزة هدف الموسم عن هدفه من ركلة مباشرة بمرمى ليفربول في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأوروبي. التصويت الشعبي عبر الإنترنت منح الجائزة للأسطورة الأرجنتيني أمام البرتغاليين كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ودانيلو أمام منتخب صربيا. وتعد هذه المرة الثالثة التي يحصد فيها البرغوث الجائزة بعد 2015 و2016. منافسة من نوع جديد بين ريال مدريد وبرشلونة عنوانها نيمار خلال سوق الانتقالات. صحيفة ماركا الإسبانية كشفت أن النادي الملكي يحاول ضم النجم البرازيلي بقوة بعدما أصبح بول بوجبا من الماضي. الفريق المدريدي قد يكون الأوفر حظا لأنه سيضع جاريث بيل وخماس رودريغاز وماريانو ضمن صفقة تبادلية إلى جانب بدل مالي. أما برشلونة فلا تحظى إدارته بعلاقة جيدة مع نظيرتها الباريسية، وهذا العامل أتى دورا سلبيا في تعثر انتقال نيمار إلى بطل لإسبانيا. أخبار نيمار لا تنتهي أبدا، وأخيرها إغلاق القضية المتعلقة بالاعتداء على عارضة أزياء. النيابة العامة البرازيلية أكدت عدم وجود أدلة بشأن قضية اغتصاب موجه ضد نجم كرة القدم، فيما كانت المدعية غيرت 3 محامين من دون الوصول إلى نتيجة. يذكر أن القضية خيمت على عناوين الرياضة في البلد اللاتيني سيما خلال كوبا أمريكا حين غاب عنها نيمار بسبب الإصابة. عشرات المشجعين انتظروا خارج عيادات انتر ميلانو استقبال الوافد الجديد روميلو لوكاكو. المهاجم البلجيكي انتقل مقابل 80 مليون يورو بعقد يمتد لخمسة أعوام. ولم يشارك لوكاكو في مباريات الشياطين الحمر الاستعدادية كما غاب عن تدريبات الفريق خلال الأسبوع الأول. لوكاكو أكد أنه يبحث عن تحدي جديد ورأى في انتر الخيار الأفضل. في التنس اقترب رافائيل نادال من إحراز لقبه القياسي 35 في بطولات الماسترز بعد تأهله إلى ربع نهائي دورة موريال الكندية. النجم الإسباني تخطى منافسه الأرجنتيني جيدو بايا بمجموعتين. بهذا الانتصار بات المصنف ثانيا عالميا الأكثر فوزا في بطولات الماسترز مع 379 متخطيا السويسري روجر فيدرير. نادال يضرب موعدا في ربع النهائي مع الإيطالي فابيو فونيني الفائز على الفرنسي أدريان مانارينو بمجموعتين. ولدى السيدات حجزت سيرينا ويليامز مقعدها في ربع نهائي تورونتو. تأهل النجمة الأمريكية جاء على حساب الروسية إيكاترينا ألكسندروفا بمجموعتين في غضون ساعة ونصف الساعة. المصنفة 10 عالميا ضربت موعدا ناريا في الدور المقبل مع اليابانية ناومي أوساكا الفائز على البولندية الشابة إيفا شفينتوك. نختم النشرة مع احتفال الجمهور بعيد ميلاد لاعب التنس الكندي فيليكس أوجي الياسيم في ملعب دورة موريال. الاحتفال بإطفاء الشمعة 19 لفيليكس جاء على الرغم من خسارته أمام الروسي كارين كاتشانوف. مع احتفالية الياسيم نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام النشرة الرياضية المفصلة من الميادين. إلى اللقاء.